لطفي جاني سؤال يلزم نسأله لك واحنا نحكيوا على الترجي خاطر فيه علاقه بالكارير نتاعك وفتره تواجد فيها في الترجي الرياضي. قال لي تحب تقول الاسم قول شكون، مش بنقول انا الاسم شكون، لكن ازاي عايش معك ظاهر. يقول لك في 2005 2006 في الموسم هذاك فما بيريود ما نعرفش كان ذكرها بالقديه ولا لا، عديت 3 ايام غايب من بين مقابله ومقابله، فما مقابله بعد 3 ايام فما مقابله اخرى في البطول هكا ظهر بالضحكه فهمت الموضوع. انت قالوا فما برشا ناس يقولوا البرة اصابه والغياب نتاعك ما كانش اصابه عنده اسباب اخرى، ورغم 3 ايام هذوكم الصعاب عديت ماتش كبير في بنزرت. هذا السؤال وانت جاوبني اعطيني التفاصيل. هي خلت لي كروزي قالوا لا هي ذكرى سيئه. هي مفكرها كانت صارت لي مشكله مع عون امن كان يباشر في مهامه وش نقول لك معناتها مش تفاصيل طويله برشا. كان اعتدى علي لفظين رجعت عليه وسط حتى معناتها تشابك بالايدي وتوقفت فيها وخرجت من المحكمه للوندوما. صارت الحكايه سيتي ان ديمونش واحنا نلعبوا الاربعاء نلعبوا مع سيابي في بنزرت. كي جاني الحلاق نرجولو تحيه للمحكمه باش يروح بيا قال لي برا خذ بيت في الاوتيل وبرا باش يترين على روح. بعد ما كملنا التمارين تاع يظهر لي لندي ولا مردي لندي نتصوره عيط لي سي خالد بن يحيى انا باش نحكي له الواقع. قال لي ما تحكي لي شيء نعمل عليك ميركوردي ولا ما نعملش عليك وانا التين بيت ما رقدتش. قعدت خمس شويه قلت له تعمل علي هكا وكنت نهارت عديت تروح كبير برشا بالله مي لونو دوما تحت كاو قول ان شاء الله واحد يقول ما خممش يولي كل مره عادي نهارين مش يحفظ نور كبير الله يقدر عليك فهمت. اما كانت هي حادثه عابره واحد تقعد ذكرى سيئه لما حالمي انا ما ظلمتوش. هو عامل ربي يهدي الجميع ربي يهدي الجميع وانا مسامحه من المنبر هذا.